المصيف. جاء الصيف واشتد الحر وتصبب العرق، فأخذت أستعد للسفر إلى جزيرة الرمال مع عدد من الأطفال لنتمتع بجمال الطبيعة ونسبح في البحر. Madame Martin a un gentil petit garçon. Pour son anniversaire, elle lui prépare un cadeau. كان شيخ ممدوح رجل صالح اشتهر بين أهل بلدته بفعل الخير وحب الناس، وكان يسعى رزقه قدم المساعدة المالية لكل الفقراء والمساكين من أهل بلدته وقرى مجاورته. Monsieur Chameau a beaucoup travaillé cette année. Il décide de prendre des vacances et de partir en voyage. Il mérite bien cela. Un beau matin, danse Monsieur Chameau se met en route, un gros sac sur le dos. Dans un grand magasin, au rayon des jouets, il y a plusieurs sortes de poupées. Mais c'est celle-ci que Sophie voudrait avoir pour son anniversaire. كان سكان مدينة هامول يعيشون حياة سعيدة في قلعتهم الأمينة والمحاطة بحقول خاصة وغابة غنية ونهر بمياه عذبة. ترتوي منه المدينة بسكانها ودوابها وطيورها وحدائقها.